بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بالعجلوز، أستاذ الفلسفة، بالضبط فلسفة المعرفة والقيم بجامعة سطيف 2. حصلت على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع المؤلف الشاب في سنة 2019 عن كتابي روح القيم وحرية المفاهيم، كما حصلت أيضا على وسام الاستحقاق الثقافي من وزارة الثقافة الجزائرية، وحصلت أيضا على تكريم من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية. أحاول أن أقدم دورات تتعلق بالتفكير الإبداعي وحل المشكلات، حيث يهدف أو تهدف هذه الدورات إلى تفتيق القدرات الذهنية العقلية وتنمية المهارات. والتفكير الإبداعي ليس مجاله فقط دائرة الأفكار، إنما يمتد التفكير الإبداعي أيضاً إلى حل المشكلات الواقعية في المجالات القيمية وفي المجالات الأسرية وفي المجالات التعليمية وفي المجالات حتى الثقافية ككل. انطلاقاً من هذا، فإن هذه الدورات هي دورات بنائية تكوينية تهدف إلى أن يكون المتلقي أو المتعلم حاصلاً على مهارات ذاتية تمكنه من التحرر من عامل الخوف من أي مشكلة تأتيه. فعامل الخوف هو المعيق عن التفكير الإبداعي. التفكير الإبداعي يحررنا من الخوف ومن التفكير دوماً في أن هناك حلول لمشكلات، لا توجد هناك عقبات، لا توجد هناك انسدادات، لا توجد هناك نهاية مأزومة، إنما هناك دائماً نور نراه من بعيد حتى يكون هو الدليل نحو الإنتاج ونحو النجاح. التفكير الإبداعي وحل المشكلات هو فرصتنا، خاصة في هذا الظرف، ظرف ضغط المعلومات، ظرف محاصرة المعلومات من كل جهة، كيف يمكن أن نتحقق بهذا التفكير الإبداعي. وبالتالي فهي دورات تدريبية واقعية تجمع ما بين البعد المعرفي والبعد الوجداني والبعد المهاراتي وأيضا البعد القيمي والأخلاقي.